إن لله وإنا إليه راجعون خبر عاجل وفاة قائد مولودية سعيدة لقار سفيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعينا الأعزاء تلقينا خبر حزين وهو وفاة لقار سفيان توفي قبل قليل بسبب سكتة قلبية بملعب الحبيب وعقل في وهران لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإنا إليه راجعون زملاء اللاعب الراحل لقار سفيان ينهارون ويبكون قائدهم بحرقة إن لله وإنا إليه راجعون توفي قبل قليل بسبب سكتة قلبية أثناء مباراة فريق مولودية سعيدة مع جمعية وهران سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة إن لله وإنا إليه راجعون كل من عليها فان وأصعب حاجة موت الفجأة نسأل الله له الرحمة والمغفرة اللهم ارزق أهله وزويه الصبر والسلوان إن لله وإنا إليه راجعون